أصدقائي في كل مكان، أي حد عنده مشكلة في السحب، في التحويل الرصيد، في جمع المهمات اللي الناس كلها مش عارفة تجمعها، في أي حاجة من المشاكل التيك توك، جاري السحب، فشل السحب، الحاجات دي كلها أول حاجة عايزك تنزل تصلي على النبي، دي أول حاجة بالنسبة لي. تاني حاجة عايزك تفعل جرس التنبيهات عشان لما نتكلم عن الموضوع تاني تكون معانا إن شاء الله. دلوقتي هنعمل إيه أو إيه الحل أو أنت جاي تقول إيه؟ أولاً أنا كأحمد ما بتواجهنيش المشاكل بتاعت السحب، الفلوس والحاجات دي، لكن عشان في ناس كتير جداً كلمتني فقررت إن أنا أقول حاجة أو نساعد بعضنا إحنا الكل، الناس اللي عندها مشاكل كلها يا جدعان. فشير الفيديو ده على قد ما تقدر عشان نساعد بعض. هطلع لايف على التيك توك بعد ما اخلص الفيديو ده، يعني ممكن على 11 11 ونص 12 بالكتير اكون لايف على التيك توك، ممكن تدخل تكلمني هناك برضو. دلوقتي برضو نيجي نكمل اللي انا بقوله. اول حاجه هتعملها هتفتح التيك توك، تمام؟ علامه التيك توك كاش او مكافاه التيك توك تضغط عليها. بعد ما تفتح تفتح معاك الواجهه الرئيسيه اللي هو بتاعت سحب ومش عارف ايه والحاجات دي، في علامه استفهام كده زي ما في الصوره هتضغط عليها، هتلاقي جايب لك ثلاث خيارات، واحده منهم بتاعه جمع المهمات والثانيه بتاعه سحب الرصيد. انت لو عندك مشكله في سحب الرصيد فهتعمل تضغط عليها، تمام؟ وهيجيب لك شويه حاجات كده فهتقول له اللي هو الايموشن اللي زعلان او لا ما استفدتش يعني، هتلاقي في حاجه اسمها ملاحظه او مساعده هتضغط عليها، تمام؟ حب ان هو يقول لك اكتب رساله بالمشكله بتاعتك. الرسالة اللي قدامك ديت هتكتبها دي لو انت عندك مشكلة في سحب الرصيد، في سحب الرصيد. طبعا انت لو عندك مشكلة وبيقول لك فشل السحب فهتكتب الرسالة ديت. نكتب الرسالة بالظبط يا جدعان، اتمنى الفيديو ده تشيره مع اصحابك، تمام؟ عشان اعرف ان في ناس كتيرة كلمت التيك توك وهم لما يلاقوا عدد بيتكلم في نفس المشكلة لازم هيردوا على الناس يا جدعان. دي حاجة. أما أنت بقى لو عندك مشكلة في جمع المهمات، ودي مش عندك أنت بس أو عندنا بس، ده عند كل الناس، مفيش حد بيجمع مهمات، نادرا لما تلاقي واحد بيقول لك جمعت مهمة وما أعتقدش إن هو جامع أو النقط اللي هو خدها بتاعت المهمة، ممكن تلاقيها بتاعت أي حاجة تانية عنده، تمام؟ طيب دلوقتي نيجي لموضوعنا. أنت عندك مشكلة في جمع المهمات، هندخل نكلمهم برضه نفس القصة وتاخد سكرينات يا جدعان، أهم حاجة في كل واحدة من التلاتة تكون معاك سكرينتك جاهزة، يعني فشل السحب تكون جايب له سكرينات بفشل السحب وبتاع، بالنسبة للسحب والبيبال ومش عارف إيه، فأنت تاخد له سكرينات البيبال قال لك إيه وسكرينات بإن هو بيقول لك جاري السحب، فاهمني؟ فأنت تبعت لي كل حاجة وهو هم بقى لازم هينزلوا رسالة على كل المستخدمين زي اللي هي بتاعت تم حل المشكله وادخل اسحب رصيدك مش عارف ايه الحاجات دي، فاهمني؟ فاحنا كلنا ندخل يا جدعان وكلنا نتفاعل مع الموضوع عشان الناس اللي عندها مشاكل. انا كاحمد ما بتواجهنيش والله مشاكل في السحب ديت او ما بتجيليش جاري السحب وفشل السحب والحاجات دي، بس انا بحاول اساعدكم، فاتمنى ان ما حدش يطلع يقول انت بتهبل انت ما جبتش حل انت مش عارف ايه. انا بحاول اساعد والله، مش انا مش دعم تيك توك او دعم بيبال يا جدعان، فاهمني؟ بس يعني وزي ما قلت لك انا بعد ما تخلص الفيديو ده هتلاقيني لايف على التيك توك، ممكن ندخل نتكلم مع بعض وندردش شويه في الموضوع دوت والمشاكل دي باذن الله. اتمنى ان اكون قلت حاجه مفيده يعني، او يعني حاجه ممكن تودينا او توصلنا لطريق صحيح، وان احنا نرجع الفلوس اللي راحت او الفلوس اللي ما تسحبش او ما توصلش نوصلها يعني. بس كده واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. سلام.